تفضلي لالا بالنسبه لهذه الكتيبه ديال الاغنيه انت الام ديال سميتو مروان رحال انت ام ديال مروان كتكلمي لنا لالا مروان خويا البارح خرج مع الثلاثه ولدي قال لي انا غادي نمشي للسويعه ماما قلت لي وليدي سير للسويع مشى للسويع قال لي غنجي عندك عاد مرت خالك قلت لي ما تجيش للدار ولدي راه حنا ما غنباتوش الدار غنباتو عاد مرت خالك مع السته قال لي غنخرج انا تسنيت ولدي مع السته ما جاش قلت انا الاستاذ راه غيعوض ليه حتى للسبعه وغادي يجي ولدي السبعه ربع ما جاش ولدي مشيت كنقلب على ولدي عيطت على با قلت لي راه الدري ما جاش خرجت انا بالجلابيتي وخليت التربيه ديالي يلا زايده خليت عاد مرت خويا ومشيت كنقلب على ولدي مشيت عند مول السويع اولا مول السويع نيشان دقيت عليه خرج عندي قلت ليه كيقرا عندك ولدي هو في شويه في الاول قال لي لا قلت ليه لا راه كيقرا عندك ولدي كيدير عندك السويع قال لي فاش كيقرا قلت ليه في الثامنه قال لي سميتو قلت ليه سميتو مروان رحال قال لي انا اصلا اليوم راه ما درتش السويع قلت ليه السويع ترى عالمهم قلت ليه لحد عندكم السويع قال لي اه راه قلتها ليهم ولكن راه صيفطت ميساج وقلت لهم راه ما غنديرش لكم اليوم انا راه مريض قلت لي ولدي راه ما جاش للدار ولدي راه قال لي غادي للسويع ما جاش للدار ودابا انا جيت انا عاد بالي ولدي عندك في السويع صافي رجعت مشينا ديكلارينا خويا ولدي ضريف ولدي ما كيخرج لا للزنقه لا حتى شي حاجه ولدي مؤدب ومخلق سول عليه اي واحد راه ضريف ولدي عنده 13 زيد 2008 نهار 26 في شهر 12 ما عمرو شي نهار يعني ولدي تقول ولدي ما كيفرقنيش ولدي كيبغيني ولدي انا بعدا عمري ما حطيت عليه ليدي ولدي مؤدب ومخلق صافي كيخرج ولدي من المدرسه للدار ومن الدار للسويح ما كنتوش شاكي يمشي عند ليدي على هذا المشكل يعني دي عمر لي راسو شي حاجه ما يعني ولدي ما كيتصاحبش مع الدري ما قلت لينا على الباب يعني ولدي ما عندوش شي دري اللي عرفتي غيخرج غيدير شي غيدير لك شي حركات ملي غيمشي غتفكري انت ولدي عادي البارح تغدى في الدار وحطيت لي الغدا وكلا وضحك معايا يعني ما هادشي فلوس ولا هادشي حاجه باش غيخرج مع ولدي على ولدي غيخرج من الدار زعما ما كانش عنده التليفون حيدتو لا تليفون وداه معاه تليفون دابا راه داه معاه كنعيطو كيصونيش اخويا مطفي التليفون ديال ولدي مطفي ما شكيش انه تكون طرات لي شي حاجه لان وراه كلشي الاحتمالات رانا في واحد الحاله ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم بها وراه انا كنخاف خايفه بزاف الحوايج كيضربوا لي في راسي السبت مع الثلاثه مشى ليا الاحتمالات يعني اللي خايفه منهم التفاؤل ديال وكل واحد اش كيقول شي كيقول لك ولدي انا هذاك الشيء اللي كيقولوا لي ولدي ما يديروش كيقول لك حق راه يمشي باغي يحرق ولدي انا عدت 13 عام باغي يحرق ولدي انا باغي يحرق ولدي عمر هذا اللي ما كانش عنده في القاموس ديالو ما كانش عنده زعما في العقل ديالو عمرني انا ولدي ما زعما انتبهت عليه وانا عايش معايا ولدي ديما ولدي ما كيفرقنيش زعما دوام عايش نهار على الحريق ولا على برا ولا على لا يعني عايش بخير يعني انا هلايا فيه المهم داكشي اللي قادرين عليه دايرينو ليه المهم ما خاصينو حتى شي حاجه وكيقرا مزيان ما تقولش يدري مشاغب وشي دري كيصول هرب زعما على حساب القرايه ولا شي حاجه ولدي الاساتذه ديالو كيشهدوا لي بحسن السلوك الاصدقاء ديالو دابا غدا الاثنين عاد غنمشي للمدرسه ديالو حيت ولدي انا ما عندوش صحاب كيجيو عنده الدراري كنعرف دابا الا كانوا عنده شي صحاب غيكونوا عنده غير في المدرسه باش غنعرف انا في الدار ولدي ما كيجدق عليه حتى شي واحد انا كنقول بالنسبه باش يعني الدري يبقى مغادي ليا مزيان ما هو اصلا ما كيبغي الصحاب ما كيجيش واحد يدق عليه في دارهم شي دري يجي يقول كلمه مروان ولا جينا لقيناكم خارجين يعني دائما كتلقاو بيتين دابا راه كنقبرك في الزنقه مني مشى ولدي ما كندخلش للدار انا قلت لي بالدار اللي ما فيهاش مروان راه ما ندخلش ليها راه قال يلا قلت لاختي دابا قالت لي طلعي قلت لها ما نطلعش قلت لي انا نجلس في الزنقه البارح راه بيتها في ديك التيره اللي لهين كون جيتي البارح لقيت غتلقاني في ديك التيره كنمشي وكنجي في الزنقه وكنغوت كي ديك المهاوشه انا كنطلب من الله والناس اللي كيشوفوني يعاونوني ويحسوا بالالام ديالي رانا ما كنعس لا ليل لا نهار رانا قلبي شاعل في العافيه يا الله والده والبنيه اللي حاها ما بقى فيا لا حليب لا حتى شي حاجه التربيه راه باقا صغيره راه عندها 10 وراه ما يمكنش انا نتخيل حياتي بلا مروان بلا مروان ما غتكونش اخويا بلا مروان غنموت انايا بلا مروان راه الحاله ديالي كيعلم بها سيدي ربي راه معاونيني على الناس كيقلبوا معايا راه كنا جيتي قبل شويه راه الدنيا كانت عامره متوقه والو انا كل الناس انا راجل راك لي صحه راه غير خوتي والناس الدنيا كامله هاد الحي كامل كيقلب معايا حتى واحد ما جالس كلشي كيقلب على ولدي حيت انا مزيانه وراجلي مزيان وعارفين كل الصحه كيد الرد الظهر ديالو ما السيلون ديال الظهر ديالو ما كيقدرش ينوض مريض شنو تقولي اليوم السي مروان يعني الا شاف كنقول ولدي الا شفتيني نرجع وليدي ولدي انا الشيخ خويا مأكد واخا كيقولوا لي هما
انا ولدي كنقول ما مشيهش ولدي ما يفرقنيش ولدي كيبغيني واخا يقولوا لي واخا يقول لي اي واحد ما باغيش نطيق انا ديك الهضره ما سرقوني التليفون وما بغيتش يجي على خايف هذيك نقدر هذيك نقدر يكون خايف ولكن التليفون اخويا راه ما شريتوش لي انا باه راه ما عنده الصحه راه ما كيخدمش قليل في اللي كيخدم راه مشى خدم وشرى ولدي التليفون ديالو لراسو خدم مع خالو ولقط وشرى التليفون فيا باش كيقرا فيه باش كيصيفط حيت فلوس وهذوك يعني انا ما غنضربوش ولدي انا راه عمري ما حطيت عليه اليد مر ورا عمره ما ضرب مازال الدري الكبير اللي عندي شويه كان شويه شاقي بعض المرات كان خاصم عليه وكنضربه اما مر ورا عمري ما حطيت عليه ليدي ولدي مره ما غوش ولدي كيضحك غير كيضحك لا شفتي فيه كيضحك الدرب كامل كيقول لك هذاك الدري راه ما كاينش بحاله نعم الخلق ونعم التربيه مربيها احسن تربيه وكنخاف عليه بالنسبه لتاش شو القانون درتو شي ديك مشينا يا خويا انا بغيتهم يعاونوني زعما ما عطاونيش وقت يعني خاصك الانسان انا محتاجه انا مواطنه مغربيه يعني خاصهم يوقفوا معايا خاصهم هما فيدو ما داكشي انا ما عنديش راجل ما خدامش وعندي تربيه عندها حليب وعندها ليكوش وعندها شحال من حاجه راجل ما كيخدمش راه غير الناس وخوتي معاونين معايا انا معاونين معايا بالنسبه لشي جو قال لك شي سبيطارات مشي ما خليش شي الضربي داك الوجه بحال وجهك راه يلاه كداوي مع راسلي قلت لي الناس ما تخلوش علينا في هذه المحنه راه ما كاينش اللي جلس اخويا كلشي كيقلب معنا سبيطارات كلشي البلاصه قلبت على ولدي تصور راه الديور دوك بحال قلتي خارج هنا في هذه النواحي دوك ديال الكانسه وداكشي كيدخلوا لدوك بحال الديور هما جنانات ديال الناس كيدخلوا كيقلبوا الناس كيقولوا علاش داخلين كيقولوا راه مضر الناس كيبغوا يضربوا معاهم كيقولوا علاش داخلين ولاو كيديروا شي حوايج خاصهم ما يديروهاش شي حوايج خاصها ما ديرش ولاو كيديروها الناس اللي كيعاونوني وكيقلبوا معايا على ولدي كنطلب انا كنطلب اللي كيشوفوني المغاربه يعاونوني وكنطلب ستي الحموشي يدخل لي في هذا الموضوع انا بغيت الجهه ديال بغيت انا الكاميرات اللي كاينين الفوق يخرج البوليس يشوف لي الكاميرات انا ما بغاوش يعطيني نشوف الكاميرات حيت انا غنمشي عند واحد غنقول له يعطيني نشوف الكاميرا قال لي لا ما بغاش ما نعطيكش ولكن الا خرج معايا المخزن بالزمن نوقع يعطيني نشوف الكاميرا حيت من حقي نشوف الكاميرا واش ولدي مشى عند مستوى ولا ما مشاش حيت ولدي لا ما مشاش عند مستوى خلي معناتها انا غنولي نفكر فيه ولدي انا ما عرفتش اش مشى ولدي انا ولدي هو مستوى كيقول لي صيفط لي ميساج ولدي مشى للسويع انا باغا نتاكد واش ولدي مشى للسويع ولا ما مشاش لهاد السويع هادشي اللي باغا كنطلب المغاربه واللي فيدو شي حاجه يعاونني وكنطلب السي الحم واش يدخل ليا في هادشي يا ربي رانا مقهوره يا ربي المغاربه شوفوا من حالي راه ما كنعس رانا نافسه رانا عندي بنيه صغيره رانا الحليب هرب ليا باش غنرضعها والراجل ما خدامش باش غنشري لي اصلا حتى الحليب راه معاونين معايا على الناس الله يرحم الوالدين اللي معاونين نرد انا مروان انا ما باغا حتى شي حاجه باغا مروان باغا وليدي السلام عليكم تفضل سيدي وجه واحد النداء للابن انا كنطلب وشنو هما الاحتمالات يعني يرجع للمنزل ديالو شنو تبغي تقول لي انا ولدي انا بغيت يرجع انا ما كنسولش على التليفون مشى ليه ولا ما مشاش ليه بغيت يرجع لدارو وكنطلب من خوتي المغاربه خواتاتي المغاربه يعاونونا ويكافحوا معنا تيبان الدري ولدي تيرجع لي الله يرحم ولدي تيبان الدري ولا عند ولدي عند شي واحد غير يجيب لي غير يجيبو يجيب لي ولدي يجيب لي يتصل بينا يرحموني يرحموني دابا راه ما كنعس لا ليل لا نهار راه ما كنعس وما كنجيب شكرا سيدي شكرا هاي رحموني يدير واحد البيض انا الخال ديال العمود تفضل انا الخال ديال مروان رحال هاد الدري راه ماشي شي دري مشاغب او انا خالو ما كيكثرش معايا الهضره حنا كاع خوالو يعني حنا ماشي حنا اللي كنشهدوا ليه بحسن السلوك ديالو جميع الناس اللي كيعرفوه كيشهدوا له الدري ماشي شي واحد اللي مشاغب ولا هادي هاد الدري حنا كنطلبوا دابا من الله ومن السي الحموشي والامن الوطني يدير معنا الخدمه ديالو حيت حنا من الباح مشينا ما جاش عندنا شي واحد دخل ولا سونا خاصه ضروري الامين يدير خدمته غادي نمشيو حنا كمواطن عادي لعند واحد عنده الكاميرا ما يمكنش غادي يعطيني انا الكاميرا يدي يقلب ليا الا مشات السلطه من حقهم يجبدوا التسجيل ديال الكاميرا وشكرا وكنطلبوا من الناس كاع اللي شافوا وعرف عليه شي حاجه يتصل بينا الله يرحم الوالدين